طيب اهلا اكرم، بدي اسالك احكينا شوي عن علاقه الحركات الاجتماعيه مع الاحزاب السياسيه اليساريه بمصر. الحقيقه العلاقه اشكاليه، فيها مشكله مش سهله، لانه الحركه الاجتماعيه لحد دلوقتي الاساسيه في مصر هي حركه شابه، والحركة الشابة يعني جامحة زي ما بيقولوا، وغير ومش صعب التحكم فيها، وعندها مشكلة مع حذرة تجاه التنظيم، وعندها مزاج احتجاجي ثوري مستمر من 2011. والأحزاب السياسية طبعا حتى الآن تهيمن عليها النخب التقليدية، عندها حسابات سياسية مركبة مع الصراع اللي حصل مع الإسلاميين. اختارت أطراف جوه قيادات هذه الأحزاب المهادنة مع الدولة المصرية، وده كله عمل فجوة كبيرة بينها وبين الحركة الشابة المصرية. وبالتالي الأحزاب اليسارية في التقليد الموجودة والمؤسسة في مشكلة بينها وبين الحركة. إحنا اسم الحزب العيش والحرية هو حزب تأسس بالمنطق بتاع أنه لا يمكن إعادة تأسيس اليسار كطرف فاعل إلا بالارتباط بالحركة الاجتماعية، الا لما في قطاعات من الناشطه في الحركه الاجتماعيه شايفه ان الحزب ده معبر عنها، الا لما في رصيد من الكوادر اليساري جاي من الحركه مش جاي من المجاميع اليساريه التقليديه. ولهذا تاسس عيش وحريه 80% منه شباب، 70% منه طلبه، معظم القيادات ما هياش جايه من المجاميع اليساريه التقليديه، لكسر فكره طائفه اليسار، وانه لا يمكن تاسيس حزب جديد فاعل الا بتحمل اعباء الارتباط بهذه الحركه اللي هي الرصيد الاساسي للتحول الديمقراطي. اليسار عنده ايه؟ مفيش طبقه عامله منتفضه في مصر وقويه، مفيش تنظيمات قويه، في حركه شابه ديمقراطيه عندها ميول تحرريه حقيقيه، وده مش ممكن يتكشف الا من خلال علاقه باحزاب سياسيه. ده تجربه العيش والحريه، هننجح في دي لاني درجه؟ ده السؤال الصعب. هلا هون المنتدى العالمي كيف ممكن يفيدك؟ يعني شو بتحس، شو تستفيد انت كناشط يعني مصري مستوى اقليمي او عالمي؟ هو في سؤال بالنسبه لي اساسي حوالين الى اي مدى في تحضيرات لخلق قطب يساري ما بين الأحزاب اليسارية في أوروبا والأحزاب القوية في المشرق العربي وفي شمال. أنا رأيي أنه في فرصة. اللي بيحصل في جنوب أوروبا مهم، قوة الجبهة الشعبية أنها تطلع التالتة في الانتخابات البرلمانية في تونس حاجة مهمة، حزب العمال الكردستاني والمعركة اللي خاملها في كوباني. قصدي أقول إنه في يسار في المنطقة، لكن اليسار ده محتاج أولاً ينجح في التشكل في مواقعه، في نفس الوقت محتاج يتخلق صوت يساري عربي وما هواش مشغول جداً بس بالقضية المحلية، يعني متحرر من القومية لمصلحة مزاج أممي مرتبط بما يحدث في جنوب أوروبا وسيريزا. يعني ده لازم يتكسر، فكرة إنه هناك معركة لها تجليات ريفلكشنز مختلفة. أزمة النظام العالمي متشكلة أزمة اقتصادية حادة في جنوب أوروبا، ومتشكلة في تفكيك لهذه الدول وتغذية صراعات طائفية وإرهاب في المنطقة العربية. لكن هو نفس السؤال، النظام العالمي وحلفاء من الرجعية المحلية عايزين يتواجهوا، هل يسار بقى قادر على النقاش ده؟ كمان في سؤال تاني بقى مهم جدا حوالين ان اليسار العربي لازم يقول، لازم عنده كلمة، ما رأيه في الصراع الدائر؟ ما رأيه في قضية الإرهاب؟ يعني احنا مع توزيع عادل الثروة لان احنا ضد استغلال الناس، مش لان احنا بنحب توزيع الثروة، احنا ضد الناس، والناس اكتر حاجة بتخليها مستغلة هو توزيع غير العادل للثروة اللي بيهمش اغلبية الناس. لكن كمان احنا ضد الطائفية وضد تعنت مع الموقف السيء للنساء العربيات اللي بيدفعوا ثمنه في العراق وفي سوريا، مع تفكيك الدول كمان ومع وجود ميليشيات همجية كده عندها مزاج إسلامي بيحصل ثمن ده. اليسار لازم قليل كلمة في ده، ما رأيه في قضية المواطنة وقضية المرأة مع قضية الاستغلال الاجتماعي وموقعه من الصراع الاجتماعي؟ دي أسئلة مهمة. أنا دايما عندي الحلم بتاع أن تظهر وثيقة يسارية عربية بتكلم على الوضع في المستقبل، بتكلم مثلا على التحرر الوطني. ليه ايه اللي يمنع ان يكون هناك دوله كرديه؟
حق صح تقرير المصير للدولة الكردية. ليه لا؟ يعني فين كمان الهاجس القومي العربي يجب أن يتفتت لمصلحة حرية الأعراق في أنها يبقى ليها تتشكل ويبقى ليها دولها. دي أسئلة يجب اليسار العربي يطرحها. اليسار كان أسير تبعية للدولة عشان خايف من الإسلاميين، وكان أسير القومية العربية، وكان أسير المحافظة. خطابه حذر للدفاع عن النساء وحقهم، عن الأقليات. لو اليسار ما بيقولش ده مش معنى لوجوده، لو اليسار مش جزء من الايديولوجيكال ستراجل حوالين تحرر الناس، الحق في دول لكل مواطنيها، حق تحرير المطير، حق تقرير المصير للأعراق زي الأكراد، حق النساء في حياة حرة في 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 المنطقة، أنا الأوان إن اليسار يبقى جزء من ده، بيقول ده بوضوح وبشكل مباشر ومش متردد فيه ومش حذر. غير العالم العربي، التجربة اليونانية اللي سمعناها هلا قديش ممكن تفيد كمان بالعالم العربي؟ يعني أنا رأيي أن العالم فيه عدة مشاريع لمواجهة الإمبريالية. في المشروع الداعشي، داعش مشروع بيدعي أنه بيواجه الإمبريالية. أنا رأيي أنه هو كلاينت للإمبريالية، هو بيخدم النظام العالمي، لكن هو بيدعي أنه هو مواجهة النظام العالمي. وفي المشروع الإيراني الشيعي، وده مشروع مواجه الإمبريالية، لكن مشروع مواجه الإمبريالية على أرضية طائفية. يعني إيران موجودة في العراق وفي بغداد وفي لبنان وفي اليمن، عندها ميليشيات مسلحة جوا سوريا، ميليشيات مسلحة جوا العراق، ميليشيات مسلحة جوا لبنان، فهي قوية جدا. وهم مواجهين، هم يعني مناهضين للنظام العالمي، لكن مناهضين للنظام العالمي على أرضية طائفية، على أرضية شيعية طائفية. كل ما بيقوا يزداد الاستقطاب الطائفي. وفي مشروع سيريزا اللي هو أكبر من اليونان، اللي هو مشروع الجبهات الجزرية اللي سؤالها الأساسي حوالين تحرر البشر من أغلال النظام العالمي المستغل والمستبد والغير مسؤول، واللي بيغذي صراعات طائفية في المنطقة، واللي بيغذي وجود أنماط زي داعش. النظام العالمي في أزمته اختار اختيارات بالغة التوحش، زي رعاية حرب أهلية في سوريا ورعاية حرب أهلية في ليبيا والتواطؤ مع الحركات الإسلامية الإرهابية زي داعش. ده اللي بيعمله النظام العالمي. ده بقى محتاج يتواجه مواجهة كل، يعني الاشتراكية أم البربرية؟ ده سؤال ده شعار يعيد سيريزا للسجال العالمي. الاشتراكية أم البربرية؟ إحنا كتير اليسار تراجع عن هذا الشعار، والشعار ده يجب أن يعود، وما بيعودش في الحقيقة إلا من خلال تجربة سيريزا، ورهنا أن هذه التجربة يتم استلهامها في جنوب أوروبا.